لما كنت فضل 100,000 الفيرست في الماجستير بتاع امراض الكلى وطلعت الاول، وكان معانا ناس بقى من الوطن العربي يعني دكاتره كتير جدا بقى بيحضروا في التخصص ده. انا اللي طلعني الاول هو الدعوه، انا طلعني الاول لان فعلا دعوه لبنت جديه، اصحى من الفجر او من قبل الفجر، لو ربنا رزقك شيء من قيام الليل اصلي الفجر اقول اذكاري، اقعد اذاكر اشد مذاكره لحد العصر فضل ومنه الله، وكل ما اجي اقوم من على المكتب وازهق افتكر قول الله تزرعون 7 سنين بقى اوعى اتق الله، افتكر شخصيات الانبياء ونجاح الانبياء في الحياه، بعد كده يا دوبك ابص على الواتس والسوشيال ميديا 5 دقائق وبعد كده انام شويه، وبعد كده اصحى المغرب اشوف ورد عبادتي، وبعد كده لو عندي ورد رياضه اعمله، وبعد كده ارجع اذاكر تاني، وبعد كده لو عندي ورد مذاكره في تفسير كتاب الله ايام الامتحانات وفاز الامتحانات. انا مين اللي علمني ابقى ناجح؟ ديني. هو انا كنت كده قبل الالتزام؟ والله العظيم ما كنت كده، ولا كنت 1% من كده، ولا في نجاح في حياتي ولا تغيير في نفسيتي ولا علاج لشخصيتي غير بالدين. الدين هو اللي علمني ان انا بقى انسان متحمل مسؤوليه زوجتي، متحمل مسؤوليه اولادي، متحمل مسؤوليه اخواني واصحابي، متحمل مسؤوليه الدعوه،